قبل منطقة الكرامة كنا سكان عمان، منطقة الصويلح بالتحديد. نزلنا على سكننا في منطقة الأغوار، أو نزلنا عشنا في الأغوار يعني لأسباب خاصة. كانت بوالدي كان يعاني من مرض يعني بحاجة إلى جو يعني بعيد عن البرودة، يكون حار يعني زي منطقة الأغوار. قبل حوالي 30 سنة يعني أنا أذكرها، منطقة عبارة عن خلية نحل، وكنت مطلع على يعني وشايف أنه كيف كانت التجارة وكيف كانت الصناعة وكيف كان البيع وكيف كانت المشترى وكيف كان تعامل الناس. اليوم هذا الشيء ما يعني مش شايفه. أنا سليمان جميل أبو حمد، سكان منطقة الكرامة لواء الشيون الجنوبية، متزوج، عندي 5 أطفال، موظف في بلدية الشيون الوسطى، مهنة سائق، العمر 41 سنة. والكرامة كان يطلق عليها قبل تسمية الكرامة منطقة الآبار لوجود كثير من الآبار فيها، وكانت محطة لاستقبال اللاجئين يعني أثر النكسة، وكان فيها أعداد كبيرة، وكانت يعني المياه الموجودة في منطقة الآبار تغطي الاحتياجات وزيادة. طبعا بدون وجود التكنولوجيا اللي هي اليوم المضخات الحديثة يعني كانت تغطي وزيادة. جودة المياه اللي بتجينا يعني سيئة جدا، يعني أنا بعرف طول عمره المي لا طعم ولا لون ولا رائحة. المي عندنا طعم ولون ورائحة، وما بعرف يعني أنا سلطة المياه يعني مش متابعة هاي الأمور. بس قلني 210 20 هيك بتابع تورج هاي كيف هاي نقول أول واحدة من المنصورة مثلاً، ليريت لو في صوت وصورة. هاي الثانية ها، نفس اللون ونفس الوضع ونفس هذا، ولا بتنظف. هاي مية، هذا لون المية اللي عندنا، الله وكيلك. هاي مية، هاي للبني آدمين، هاي للشرب، هاي فرج. هاي ثاني واحدة كبيرة تنظف المنصورة. مواسير كربونات، المواسير كلها بلاستيك أصلاً. اسمي محمد محمود سعيد غريب، سكان الأغوار الجنوبية الكرامة، منطقة الوادي الأبيض. بشتغل مزارع، وأنا يعني عادة معروف عني أني مزارع وبحب الزراعة، يعني حب بشتغل بإيدي، يعني بحب أني أنا كل شيء أسوي بإيدي، أسمد بإيدي، فبعشق الزراعة وكأني بربي الشتلة وكأنها ابن إلي. فمن 3 سنين جاي صرت أكره الزراعة، أكرهها لأنه بطلت مجدي بالمرة. أنا وإخواني 7، الحمد لله رب العالمين، والسبعة مزارعين، لأنه إحنا لما أبونا توفى وإحنا صغار ما درسنا. والله بالسنين الأولى كنا كويسين والحمد لله رب العالمين، ندرس أولادنا ونشتري سيارات ومبسوطين، ونسهر عند بعض ونعمل تعليلي وزي سامر هيك، ونجيب نسيب هالشبابي ونشبب، وفيش أحلى من حياة الريف وحياة المزارع. والله المي بتيجي يعني احنا دورنا بالجبل حي الرشايدي بتيجي يوم الاثنين ويوم الخميس،
طبعا بتيجي، والله بتيجي قويه وكويسه ومنعبي منها، لكن هي لا تصلح للشرب. يعني للشرب مباشره تشرب منها من الحنفيه؟ لا، اول كانت تيجي وكنا نشرب منها، كنت انا اشرب منها مفلتره، مش مفلتره اشرب منها. اما انه هو احنا يعني كيف عيشتنا هسه، بنطلعها على الحوز. انا عندي حوز برا، يعني برا البيت، بيعبي باخذ مثلا بحدود 35 برميل، بعدين بصير ارفع منه على ظهر البيت، ومن البيت بنزل على الفلتر، ومن الفلتر احنا بنشربه وبنطبخ منه، يعني ما بنستخدمها الا بعد الفلتر. نسبة الملوحة عالية في مياه السلطة، المية اللي عم توصلنا من السلطة نسبة الملوحة عالية جدا، وبالإضافة إنه هي بتكون مخلوطة بتراب، مخلوطة بصدى، مخلوطة أحيانا ببعض الحشرات. أنا روشكا خالد تيم، عضو مجلس محلي الكرامة وعضو مجلس بلد الشونة الجنوبية. أنا سيدة مطلقة، عندي ولد وبنت، ابني سنة ثانوي توجيهي وبنتي ثامن. عندي مشغل خياطة خاص فيا، حصلت عليه كمنحة من الامتياز والتفوق من سمو الأميرة بسمة. بشتغل بعدة أشياء خيرية، بجمعية خيرية ولجنة زكاة. يعني بدون ما أحكي لك عن حدا غريب، يعني أنا بنتي نامت أسبوع كامل من وراء جرثومة من المية إجتها، يعني ومش شربتها، لأنه أصلا إحنا ما بنستهلكها، هي بتلعب فيها وبدها تتوضى، فالجرثومة من خلال تمها أخذتها. احنا سبق وخاطبنا المسؤول، يعني كوني انا عضو مجلس بلدي سبق، ويعني جبنا المدير المباشر وخاطبناه بهذا الموضوع، فهو يعني بنفسه حكى احنا عارفين انه شبكه مياه الكرامه قديمه جدا وسيئه جدا، لكن احنا ما في عندنا امكانيات لاستبدالها. بس توقيع يا ابو فراس، بس توقيع انت ما بوقع يا اخي. ليش ما بتوقع يا عمي؟ ما بوقع. المياه المستخدمة للصالح للشرب
هي بتجي عن طريق وزارة المياه والري، وهي مستأجرة من أبار خاصة، لأنه السلطة ما عندها أبار كافية لكل المناطق، فهي بتستأجر أبار خاصة على نظام محطات تحلية من نفس الأبار، وبتضخ لكل المناطق. أنا بعتقد أنه المية تكون صالحة للاستهلاك البشري ما دام أنها بتمر من مرحلة تحلية المياه. شبكة المياه اللي موجودة الآن داخل الكرامة عمرها 40 عام. الآن يكفي، يعني المفروض أنه يكون عندك تأهيل لإعادة شبكة الكرامة، لأنه عندك نسبة ضياع وفاقد نسبة 55%. طبعا قامت السلطة عملت عدة مشاريع، من أهمها مشروع سد الكرامة، اللي كان طبعا في دراسات من عدة متخصصين أنه مشروع يعني مش راح يخدم المنطقة كمياه ري ومياه شرب. سد الكرامة هو فاشل لأنه من بنى على دراسات كافية وشافية، بنى على أرض هي تعتبر هي ملحية كويس، تكلفة عالية كانت، كان هو متسع 55 مليون متر مكعب وتكلفته 55 مليون دينار، هو من المشاريع المتعثرة بنطاق اللواء الشنو الجنوبية. تعارض التنظيم والصلاحية والقوانين والأنظمة هاي المتشاركة بالمنطقة هاي كبيرة جدا، لأنه وضعية الأرض أو المنطقة الجغرافية اللي احنا فيها تتمثل عندك هناك بلديات، تنظيم بلديات، عندك أراضي سلطة وادي الأردن كونها السلطة هي صاحبة الولاية على الأراضي، عندك أمانة عمان لها مشاريع، هيئة تنظيم المناطق التنموية، عندك الأشغال هو بيستلم موضوع الأشغال النافذة، الشوارع النافذة، فتداخل وتعارض التنظيم بيعمل خلق مشاكل بين الجهات المعنية. بالنسبة للكهرباء هاي بحد ذاتها معضلة، أول شيء الخدمات المقدمة سيئة جدا، من عدم ثبات التيار الكهربائي، تردد التيار الكهربائي اللي عم يوصل للبيوت، عدم ثباته أدى إنه لتلف عديد في الأجهزة الكهربائية. هلا لو حتى اجيت بدك تناقشهم انه موضوع انه ضعف التيار الكهربائي، ويمكن هذا الشيء لمستوه انتو عندنا في البيت، راح يحكوا لك بسبب الضغط على الشبكه. طب انت كضغط على الشبكه انت عم بتاخذ فواتير بقيمه عاليه، يعني الشهر اللي بتيجي فيه الفاتوره نازله عم تجينا 100 و100 وشيء، اقل ما فيها المفروض تقدم لي خدمه كويسه. شوف انا بسمع بيقولوا بالقوانين، في قوانين دوليه، احنا قوانين دوليه ما بنطبقها هون، انه اي منطقه حاره بالعالم نسبيا ترتفع درجه حرارتها بالصيف عن 40 او 42 درجه بيكون لهم وضع خاص بالنسبه لاستهلاك الكهرباء وتسعيره الكهرباء، الا منطقه الغور ما مهمشه نهائيا بالنسبه لتسعيره الكهرباء. انا شركه الكهرباء بدها مني 1500 دينار، أنا شخصي بدها مني 1500 دينار، أنا ما عندي قدرة سداد، فحاولت أن أوصل لتسوية معهم أنه مثلاً قدرتي الشهرية بالطول بالعرض بدفع لكم إياها 50 دينار شهري هالمكسور علي. هلأ المشكلة صفت مش بس بالمكسور علي، أنه أنا مش بدفع بالمكسور علي، بس فعلياً عم بتراكم علي إشي شهري جديد. قدي عبء أنه مثلاً وأنا نازلة على الشغل أشوف سيارتي الكهرباء بالشارع، ماما سيارة الكهرباء جاية، ماما انتبهوا لسيارة الكهرباء، إذا إجا بده يفصلها احكوا معي، بحاول الدايم، بحاول أستلف الفلوس، بحاول كذا. الموضوع مزعج لما أولادي يكونوا في البيت، والدتي عاملة عملية قلب مفتوح، إنه يجي يفصل الكهرباء من الشارع ويسحب حاله ويروح، بدك ترجعها، بدك تروح تدفع مبلغ، وبدك تدفع مبلغ تاني بدل إرجاع.
يعني هي عبء بكل المقاييس، عبء نفسي، عبء مادي، عبء جسدي. ناس كثير هجر من منطقة الأغوار. قلت لك السبب الرئيسي تدني الزراعة وتهميش الدور الزراعي، لأنه كل الناس إحنا قبل فترة يعني وجيزة كان 80% من الناس بيشتغلوا بالزراعة، الآن نسبة 40% اللي بيشتغل بالزراعة. الكل هجر لأنه ما شاف الآن في مردود بحيث يقدر يستطيع إن هو بيعيل أسرته من وراء الزراعة. أنا استني يعني عينك بالناظر هسا بتصور وبتشوف بالكرامة كلها، يعني أكثر من نسبة 60% الناس مش زارعة، خلص كله دشر الزراعة، كله باع وحداته، كله ضمن وحداته، إخلاف عداك عن إنه الوحدات انباعت للنخل، لا في أرض فاضية، بس الأرض فاضية ظلت فاضية ما في حدا يزرع، لأنه مش قادر أصلاً، لا حسبي قدرت تمده، ولا مثلاً تبع البلاستيك رضي يعطيه، ولا تبع الدور رضي يعطيه، ولا تبع المشتر رضي يعطيه، بطل يزرع. أنا هاي أنا عندي بقول لك 4-5 من قرايبي بطلوا يزرعوا، أنا عارفهم حبوا يزرعوا بدهم يزرعوا لكن مش قادرين. هسا إذا الأرض انتركت 5-6 سنين ما بتزرع ولا 10 سنين، هو شو اللي بيخلي الأرض بقول لك والله حلوت الأرض؟ الأرض يعني كل ما زرعتها كل ما أنت ضلك تسقي مي، لما بتسقي مي بتطرد الملوحة، فأرض الكرامة معظمها فيها ملوحة، بس لما بضلها تشرب مي المي يعني بتطرد الملوحة منها بتصير تطلع خضرة كويسة، لما بتنترك خلص بترد ترجع ملوحتها فيها، بتطلع الملح على الوجه، بصير حتى البني آدم لما يمشي بيها بحس بشعطة بجري أو بكذا، يعني بتصير الأرض مالحة، ملح بيطلع على وجه الأرض. بداية الموسم الزراعي أو نهاية الموسم الزراعي يعني تكثر فيه الحشرات اللي هي الذبان والبعوض، حتى ذبانة يعني مشهورة بلسعتها اسمها الإشمان، يعني أنا شخصياً عشت تجربة أنها قرصت بنتي في خدها الآن، ويعني الذبانة هاي بتترك تشوه يعني شكله مزعج جداً. رحنا رجعنا اكثر يعني طبيب في مركز صحي حكونا قرصة بعوضه بتروح، الا انها قعدت فتره طويله وما راحت. رجعنا اخصائي جلديه طلب منا نعمل فحص مش متوفر الا في مختبرات وزاره الصحه بعمان. هل الكرامه ما فيها مستشفيات؟ من كثر ما طالبنا والحينا وضغطنا بكل الوسائل جابونا مركز صحي شامل. المركز الصحي الشامل هذا لا يوجد فيه أدنى الخدمات الطبية، الخدمات المقدمة ما بتعطي أي حق إلنا. أنت عم تحكي عن مركز صحي شامل ما في طبيب أسنان، طبيب الأسنان بيجيك مرة بالأسبوع وبيجيك أصلاً مش جاي على باله يشتغل. أنا مثلاً أتوقع أنه قست المسافة من الشارع الرئيسي لبيتي لهون، أنا بضطر أني أمشي المسافة هاي مشي أو بضطر أخذ سيارة بدينارين يومي، لأنه الباصات بتنزل عندك على الشارع الرئيسي وإنت بدك تمشي المسافة هاي كلياتها مشي، ما فيش عندنا مواصلات داخلية زي نظام السيرفيس في عمان، في مناطق تانية هذا الشيء غير موجود، بدك تاخذ سيارة توصلك لباب بيتك بدك تدفع دينارين. والله أنا عندي شاب صغير بالصف التاسع، يعني أنا بيتي بعيد عن المدرسة بحدود 500 متر أو 1000 متر يعني، بس
بيروح وبيرجع المدرسة، أحيانا أنا بجيبه أحيانا هو بروح، ما مش مواجهين أي مشكلة، شاب خليه يروح ويجي مشي. بس بتواجهني مشكلة بابني اللي بدرس بالجامعة، يعني ابني اللي بدرس بالجامعة بدرس بجامعة فيلادلفيا اللي على طريق جرش، فبتأخذ منه وقت لما بده يركب بالباصات ويروح ويطلع بيطلع بدري، ولما بده يجي بصير وجه المغرب رغم انه جامعته محاضرته بتخلص على الساعة 2 بصير هون المغرب. يعني مكلفاتنا جهد كثير، يعني خلاف يعني مصاريف الجامعة مصاريف السيارات وهو رايح جاي وجهد عليه وتعب. هلا انا طلعت ولادي على عمان ومضطرة اني رغم مشاعر الام انحيها على جنب، اني يعني هالفترة هاي اللي هي فترة الصيف والطلعات والرحلات المفروض انا بضطر اني ابعد عن اولادي، لانه اول شيء حكينا الخدمات سيئة، وانا بنتي عندها ظرف صحي مش لازم تتعرض للحرارة، بالاضافة انه ما فيش اي شيء بديل ممكن يتقدم لهم. يعني احنا لا عندنا حدائق، لا عندنا منتزهات، لا عندنا مكتبات، لا عندنا نوادي. النادي الوحيد اللي موجود عندنا بالمنطقة لا يخدم إلا الأيتام فقط، بالإضافة أنه ما في أي نوع من النشاطات. في لنا أطفال، 7 أطفال يعني راحوا واشتغلوا بالعمار، 15-16 اشتغلوا عند دار أخوي، أخذهم أخوي من الصبح من الساعة 5 صحيهم، شوف لما طفل صحي الساعة 5 وروح يشتغل، وهي شغلتهم كانت بسيطة، بلموا بلاستيك الممزع البلاستيك الصغير بلموه على الخطوط وبعدين بيكبوا، يعني ما لا سمح الله ما أخذناهم يشتغلوا شغل يعني بده جهد بده تزبيل أو بده فرد بلاستيك، لا هو بلموا قطع بلاستيك بشوال وزن شوال ما بيجيش 2-3 كيلو وبديروه بآخر الخط وبيولعوا في نار بحرقوه زي تنظيف المزرعة يعني، وبس خلصوا شغل راحوا يسبحوا وقاموا غرقوا 7 وانقذنا منهم 5 وماتوا 2 رحمة الله عليهم من أولاد أخوي، يعني أولاد أختي، يعني واحد ابن أخوي ابن أبو منتصر بيكون أبو منتصر جده، وواحد بتكون بنت أختي والله، فرحمة الله عليهم توفوا من إيش يعني توفوا هم، ربنا سبحانه وتعالى انتهى أجلهم وهنا حد عمرهم، لكن والله القلة اللي عشنا فيها هي خلتهم يروحوا الأولاد هيك يعني راحوا في البرك وفي التعب هذا وفي الجهد. يعني أنا ابني جواد كتب لابن عمته بكون وليد، كتب وينك يا وليد أنت اللي لما رحت الملل رجع للحارة، أنت لما جيت هم سكنوا عندنا دار أختي جديد على الجبل في حارة صبري مسعود، فلما سكنوا يعني هو الولد لما بيلاقي صديق له يلعب معه ويمشي معه فبيطير شوي من الملل. هم أولادنا في الكرامة صحيح إنهم مظلومين، لا عندهم منتزهات ولا عندهم مسابح ولا عندهم يعني نوادي مثلا يلعبوا فيها يتدربوا، يعني مظلومين أطفال الكرامة. شوف أنا بحب منطقتي جدا، أنا يعني زي ما بيحكوها دائما الإنسان بحن لمربى، بحب من درجة محبتي للكرامة، أنا بضل أحكي نفسي إياها تصير أحلى من أكبر المدن، فبالتالي أنا بتكون عندي غيرة شديدة جدا إنه ليه ما نعمل هيك للكرامة، طب لو عملنا هيك للكرامة، لو سوينا هيك، لو حديقة بسيطة زي هاي عملناها للكرامة، لو مشروع زي هيك بسيط طبقناه بالكرامة، لو تدريب زي هذا نزلناه للكرامة. يعني بصراحة أنا من خلال علاقاتي ومعارفي بحاول إني أسحب مدربين كثير تدريبات أجيبها للكرامة من مهارات حرفية من أشياء بسيطة للسيدات وللبنات، لكن للأسف معظم المدربين إما بيكون الوضع إنه لا شوب كثير عندكم بالغور، أو مثلاً بيكون بده أجور عالية. نحن أصلاً منطقة فقيرة، يعني الست ما عندها قدرة إنها تدفع رسوم لهيك دورة، فبتكون عندي غيرة إنه ليه ما أجيب، يعني يا ريت إنه لو فيي إني أجيب هاي الأشياء كلها هون أعملها بالكرامة، نظبط هيك نعمل هيك، نظبط المدخل، نزرع الشوارع، يصير عندنا ظلة وين ما في مكان يكون فيه خضرة. بصراحة بتصيبني غصة.